في عناوين نشرة الليلة: الحريري على موقفه من التأليف لم تقنعه المبادرات. بري، لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علناً؟ يتجرأ يعمل علناً، نحن بدناش نتجرأ إنه نقول اسمه علن. كيف إيه؟ وزير المال يؤكد التزام دفع مستحقات الناس. ما عم بنفي إنه نحن أمام تحدي كتير كبير ناتج عن عوامل داخلية وعن عوامل خارجية أيضاً. أدهم خنجر بطل الاستقلال الوحيد. بيستفزوا الكلام على أدهم خنجر، معلش يتفهم كلام غيره على بشير جميل. مهيمنات في الصيدليات ومفقودات في النقابة. الليستة عندنا في 5 عناصر نسائية، يعني هذه شغلة حلوة. أضحكت الملايين في حياتها وخذلت في مماتها. والحزن في عالم سبونج بوب. بعد تكاترلك بارا بابيبا بفن الخبر. هذه العناوين وسواها نفصلها في النشرة بعد قليل.